حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم فيما يتحدث به الوائلي عن تقديسه لتراب أقدام الصحابة في الوقت الذي يرفض تقديس سرداب الغيبة الشريف ويدعو إلى دفنه بالتراب. رجاء أعيد بث الوثيقة رقم 60 والتي يقول فيها الوائلي من أننا الآن إذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه، ولكن في الوقت نفسه ندفن بيوت محمد وآل محمد بالتراب. سرداب الغيبة مثل ما هو يقول في الوثيقة التي عرضتها عليكم رقم 58 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، يقول: وأنا أكثر من مرة على المنبر قايل والله لو بيدي أن أجيب كم حمل تراب وأسده وأريح الناس منه. وهنا جناب الأغا يدور على تراب الصحابة حتى يقدسه. هذا هو السر في تعلق السيستاني به، لأن السيستاني هذا هو منهجه. وعلى أرض الواقع دققوا في مسيرة السيستاني من 2003 إلى الآن فيما يرتبط بتعامله على المستوى السياسي وعلى سائر المستويات مع السنة والشيعة، ولاحظوا الفارق الكبير. هذا هو السر في حب السيستاني لمنهج الوائلي وإصراره وتأكيده على المعممين من أتباعه من الخطباء من الوكلاء أن يتبعوا منهج الوائلي هذا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 60. في موضوع عدالة الصحابة، احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب ان يعلم السامع اننا الان اذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه. وثيقة 61 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال عقيدة الوائلي. أيضا الوائلي يقول إحنا لو نحصل على تراب أقدام الصحابي نتبرك به. الآن اعرضوا لنا الوثيقة رقم 61. لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة
والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب أقدامنا تبرك به الآن. الصحابة اللي حملوا الكتاب والسنة مو الكتاب والعترة، هو هذا المنطق الأعوج، هذا هو المنطق الأعوج الذي عليه مراجع حوزة النجف. الصحابة اللي حملوا الكتاب والسنة مو الكتاب والعترة، الصحابة اللي حملوا الكتاب والسنة مو الكتاب والعترة. أعيد بث الوثيقة مرة أخرى حتى يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذه المضامين التي يقدسونها هم، وهي أكاذيب ودجل وتضليل وإبعاد عن منهج محمد وآل محمد عبر هذا الأخرق بتوصيات مرجعية النجف الخرقاء. أعيد بث الوثيقة، لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب أقدامنا تبرك به الآن. هذا النمط من الصحابة اللي حملوا الكتاب والسنة، هو هذا اللي احنا نتبرك بتراب أقدامه. بس سرداب الغيبة والمكان اللي كان يدوس الإمام بأقدامه وبيت الإمام مو لازم نقدسه. أنتم ماذا تقولون يا أيها المضحكة، يا أيها المسقرة؟ وثيقة رقم 74 من وثائق ضلال عقيدة الوائلي وضلال منهجه الناصبي النجفي الطوسي الخوئي السيستاني، وثيقة 74 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق. الوائلي في نقاش مع ناصبي، مع ناصبي كلب، لأجل أن يثبت له من أننا لا نعبد تربة الحسين، يدوس على تربة الحسين التي هي للسجود. نحن نستطيع أن ندوس على تربة كربلاء في الشوارع والطرقات وفي البيوت، لكن إذا ما خصصت للسجود فستكون تربة مقدسة محترمة من جهة نسبتها للحسين ومن جهة اتخاذها موضعا للسجود بحسب وصايا الأئمة، فاحترامها يأتي من جهتين، من جهة أن التربة حسينية ومن جهة أن التربة خصصت واقتطعت ووضعت للسجود وفقا لتعاليم الأئمة، فلا يجوز أن نستهين بها. لكن الوائلي لأجل هذا النصبي الكلب يدوس تربة الحسين
برجله استهانة بها كي يثبت ما يريد أن يثبته لهذا الناصبي. هذه الحكاية الوائلي ربما يقلد فيها مرتضى العسكري. الدعاة في حزب الدعوة حينما يتحدثون عن مناقب مرتضى العسكري، واحدة من مناقبه أن سنيا جاءه إلى كلية أصول الدين، هذه كلية تابعة لحزب الدعوة، وناقشه في قضية التربة، فجاء مرتضى العسكري بالتربة وداسها بحذائه، فيعدونها من مناقب مرتضى العسكري، وهذه منقبة أيضا يبدو من مناقب الوائلي. من طح الله حظهم، حظ مناقبهم وحظ منهجهم. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 74. وتشحكها برجلك تقول لك بس شوف هاي التربة، قول لها تعبدوها. لك يا أخي هاي قدامك جاي اشحكها برجلي، ليش هالسطحية أو ليش هالتعمد عدم الفهم؟ يخلصوا هاي ما تخلص. زين؟ تربة الحسين يسحكها برجله ويدور على تراب الصحابة الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة حتى يتبرك بتراب أقدامهم. أنا لا أعلق شيئا، أنتم ماذا تقولون؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنتم يا خدام الحسين، هذا التصرف تقبلون به أن يدوس تربة الحسين بحذائه لأجل نحصبي كلب، تقبلون بهذا أو لا؟ ربما تقبلون، فإن الصنمية والدخية لها آثارها الشديدة والقوية عليكم. بالنسبة لي لا شأن لي بكم، ولا شأن لي لا بالوائلي ولا بالسيستاني ولا بأي أحد. أنا أؤدي رسالتي في بيان المنهج الصحيح لعقيدة محمد وآل محمد من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، ومن خلال حديثهم وأدعيتهم وزياراتهم التي أفهمها وفقا لقواعد التفهيم العلوي، قطعا كل ذلك بحسب فهمي وبحسب ما تصل إليه مداركي. نذهب إلى فاصل. يا حكي أنا أدري بن اللي ينفلت ما عديه كم جرى يا حكم والعتب عن ظني الشهم يمضي بيك كل أحد يا وصعب من صعب الحجر عتبي عليك ما ينحي من الهم جمرة تعتبي من طيحت على الغبرة جمرة تعتبي من طيحت على الغبرة بقلبي ترى يحتير يجمل يطفيها Thank you.
لسانك يا حسين خبره كل من طيحت عن جيانا بمشاك شاك ساعتك هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. نخاطب أئمتنا معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم. هذه العبائر حينما تقرؤونها ماذا تفهمون منها؟ وماذا تقول هذه الكلمات؟ هل هي للمزاح مثلا؟ للضحك على الذقون؟ هذا النص وارد عن إمامنا الهادي وهو القول البليغ الكامل في زيارتهم. فحينما نخاطبهم معترف بكم مؤمن بإيابكم معترف بكم، هذه الفقرة تتحدث عن معرفتي بهم وعن عقيدتي بهم وعن إقراري بإيماني بهم، والسياق هو السياق معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم. فهؤلاء مراجع النجف يقرؤون الزيارة أو لا يقرؤونها؟ وحينما يقرؤونها هل يفقهون ما يقرؤون أو أنهم لا يفقهون ما يقرؤون؟ إذن لماذا كل هذه الألقاب وكل هذا التقديس وكل هذه الأوصاف؟ ولماذا أنتم تتبعونه؟ لأجل أي شيء؟ أنا أسألكم، هذه الزيارة وردت عن الأئمة أو لا؟ إذا كانت واردة عن الأئمة وهذا الكلام موجود فيها وواضح، هذا الكلام لم يتعرض لتحريف أو لتبديل، فالسياق واحد والعبائر واحدة والمستوى الأدبي والبلاغي هو هو في كل الزيارة في أفق واحد من أول كلمة فيها إلى آخر حرف فيها. معترف بكم بنفس هذه القوة مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم. فهذه المضامين هل تتحقق في عقولنا وقلوبنا أو أنها لا تتحقق في عقولنا وقلوبنا؟ أنتم ماذا تقولون؟ أنا لن أعلق كثيرا، لكنني سأعرض بين أيديكم الوثيقة رقم 52 من مجموعة وثائق
ضلال الوائلي وضلال منهجه. من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، يتحدث عن الرجعة، يقول شنو أهميتها وشنو مقدارها وشنو موقعها في فكرنا. ما تحظى بتلك المكانة، ما تحظى بتلك المكانة، يعني المسألة ما تحظى بتلك المكانة. مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم، نفس الكلام الذي قاله عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها، يعني عبارة عن رفع مبدأ أو عبارة عن رفع مثل أعلى للعدالة ليس إلا، نفس المنطق، نفس المنطق ونفس المستوى. مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم، لا تسلم يعني لن تكون صحيحة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 52. أنا أقول لك أكو رواية، الرواية هذه يستند إلها واحد ممن كتب في هذا الموضوع، يقول أن تفسير القمي، تفسير القمي يقول إذا رجع أهل البيت، يعني في عالم الرجعة المتصور، يخرج فلانة وفلانة، يعني يقصد عائشة وحفصة، ويجلدهما، نعم يخرجهما يجلدهما للخطيئة بهالتعبير. زين، فدخل نجي وحدة وحدة، ما طول مرينا بهذا الموضوع. أولا هي مسألة الرجعة شنو أهميتها أو شنو مقدارها أو شنو موقعها في فكرنا، ما أرد أناقش الموضوع. ما تحظى بتلك المكانة، يعني المسألة ما تحظى بتلك المعانة، مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم. الصادق يقول من لم يؤمن بكرتنا فليس منا، نصا هكذا يقول. الصادق يقول ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. خذوا هذا المنطق مع منطق الزيارة الجامعة الكبيرة وقايسوا فيما بينه وبين ما يتحدث به الوائلي. هذا منطق النجف، لهذا السبب مراجع النجف يجمعون على صحة منهج الوائلي، ومراجع النجف بأجمعهم يدفعون بالشيعة باتجاه الوائلي، ومراجع النجف بأجمعهم الذين ماتوا في الجيل المتقدم من المراجع والأحياء يصرون على مدح الوائلي ومدح منهجه وتمجيده. لماذا؟ لأن الوائلية نتاج شرعي طبيعي للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف.
نتاج للحوزة، نتاج للمرجعية، نتاج للبيوتات النجفية التي ترتبط بأجواء العمامة والمداس، نتاج لكل هذا الواقع، نتاج طبيعي. وهذا النتاج يخالف منطق أهل البيت بالكامل. رجاء أعيد بث الوثيقة. أنا أقول لك أكو رواية، الرواية هذه يستند إلها واحد ممن كتب في هذا الموضوع، يقول أن تفسير القمي، تفسير القمي يقول إذا رجع أهل البيت، يعني في عالم الرجعة المتصور، يخرج فلانة وفلانة، يعني يقصد عائشة وحفصة، ويجلدهما، نعم يخرجهما يجلدهما للخطيئة بها التعبير. زين، فخلنا نجي وحدة وحدة، ما طول مرينا بهذا الموضوع. أولا، هي مسألة الرجعة شنو أهميتها أو شنو مقدارها أو شنو موقعها في فكرنا؟ ما أرد أناقش الموضوع، ما تحظى بتلك المكانة، يعني المسألة ما تحظى بتلك المعانة، مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم. ما تحظى بتلك المكانة عند مراجع النجف، أما في القرآن فمكانة الرجعة هذه هي في سورة النحل في الآية 22 بعد البسملة من سورة النحل، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذا هو تفسير القمي، وهذه الرواية عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق، قلوبهم منكرة يعني أنها كافرة، وهم مستكبرون يعني أنهم عن ولاية علي مستكبرون. هذا القرآن قرآن محمد وآل محمد، هذا مو قرآن الوائلي، ولا قرآن أبو الوائلي، ولا قرآن جد الوائلي، وهذا مو قرآن السيستاني، ولا قرآن الخوئي، ولا قرآن محمد باقر الصدر، هذا قرآن محمد وآل محمد، وهذا تفسيره. والقرآن هو نفسه يقول، نفس القرآن في سورة آل عمران في الآية 7 بعد البسملة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما قال والسيستاني ومحمد باقر الصدر ومحمد حسين فضل الله والطباطبائي والخوئي والوائلي والفخر الرازي. القرآن هكذا قال، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم محمد وأهل محمد، مو هاي السرابيت. الراسخون في العلم محمد وآل محمد. فالقرآن لا يعرف تفسيره ولا يعرف حقائقه، فالقرآن لا يعرف تفسيره ولا يعرف حقائقه إلا هم صلوات الله عليهم. هذه الآية 22 بعد البسملة من سورة النحل، فالذين لا يؤمنون بالآخرة،
الإمام الباقر يقول بالرجعة قلوبهم منكرة، يقول قلوبهم كافرة، وهم مستكبرون مستكبرون على ولاية علي. فالذي لا يؤمن بالرجعة قلبه كافر. القلب الكافر هل يكون عند المؤمن؟ القلب الكافر عند الكافر. هذا القرآن وهذا تفسيره، ونحن بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن منهم، لا أن نأخذ تفسير القرآن من الفخر الرازي أو من سيد قط أو من هذا الأخرق الذي يتكلم أو من المراجع الذين يؤيدونه من مراجع النجف السفهاء. هكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن من علي وآل علي، هذا قرآنهم وهذا تفسيرهم. هل أنا على حق أم أنا على باطل؟ إذن لماذا لا تقفون معي؟ إذن لماذا لا تضمون أصواتكم إلى صوتي؟ لماذا؟ إذا كنتم تقولون نحن أشياع الحجة ابن الحسن، إذا كنتم تدعون أنكم أشياع علي وآل علي، هذا هو القرآن. ما هو الوائلي يقول هكذا: من أن الرجعة ما تحظى بتلك المكانة، مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم. هذا هو كتاب الله وهذا تفسيره. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة، الباقر يقول، أقرأ الرواية عليكم، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، إنه الباقر صلوات الله عليه، يقول في قوله: فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق. قلوبهم منكرة، يعني أنها كافرة. وهم مستكبرون، يعني أنهم عن ولاية علي مستكبرون. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة، قلوبهم كافرة، وهم مستكبرون مستكبرون على ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. في السورة نفسها، في السورة نفسها، في سورة النحل، في الآية 38 بعد البسملة: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الآية التي بعدها: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا، الذين لا يؤمنون بالرجعة، أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا أريد أن أقرأ هذه الآيات، وقد قرأتها عليكم وذكرت لكم تفسيرها في الحلقات الماضية. ماذا جاء في تفسيرها؟ عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يسأل أصحابه: ما يقول الناس فيها؟ باعتبار أن الآية هكذا تقول: وأقسموا بالله، قسم بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. الإمام يسأل أصحابه:
ما يقول الناس فيها؟ قال يقولون نزلت في الكفار. قال إن الكفار كانوا لا يحلفون بالله وإنما يحلفون باللات والعزى، وإنما نزلت في قوم من أمة محمد صلى الله عليه وآله قيل لهم ترجعون بعد الموت قبل القيامة، فحلفوا أنهم لا يرجعون، فرد الله عليهم فقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، يعني في الرجعة. فالذي لا يؤمن بالرجعة كافر بصريح القرآن. ليس في هذين الموضعين فقط، إذا أردنا أن نتصفح القرآن من أوله إلى آخره فهناك الكثير من المواطن التي يصرح القرآن فيها من أن الذي لا يؤمن بالرجعة هو كافر قطعا بحسب تفسيرهم. نحن لا نتحدث عن قرآن من دون تفسيرهم، أنا أحدثكم عن قرآن مفسر بتفسيرهم، وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. إذا عزلتم القرآن عن تفسيرهم هذا نقض لبيعة الغدير. أول بند من بنود البيعة التي بايعنا عليها رسول الله وبايعنا عليها أمير المؤمنين أن نأخذ التفسير فقط من علي وآل علي، وهذا هو الذي أطبقه في برامجي وفاء لبيعة الغدير، التزاما ببيعة الغدير، لا شأن لي بتفاسير مراجع النجف التي يتبعون فيها منهج النواصب ويأخذون فيها المنهج العمري حسبنا كتاب الله، ويضعفون الأحاديث التفسيرية وفقا لمنهج البخاري ومنهج الشافعي بحسب قذارات علم القنادر، هذا الذي يسمونه بعلم الرجال، والذي هو مناقض لمنطق القرآن بدرجة 100% ومناقض لمنطق العترة الطاهرة بدرجة 100%، وقد فصلت القول في ذلك وسأعود مرة أخرى في الحلقات القادمة، لا في هذه المجموعة وإنما في مجموعة الحلقات التي سأتناول فيها تأريخ حديث أهل البيت، سأعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل. فالآية هنا وهي 22 بعد البسملة من سورة النحل، فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة كافرة وهم مستكبرون على ولاية علي، المستكبر على ولاية علي كافر بصريح القرآن. إذا ذهبنا إلى الآية 67 من سورة المائدة وهي آية بيعة الغدير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الذين كفروا ببيعة الغدير، الذين أنكروا بيعة الغدير هم كافرون، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهم مستكبرون، مستكبرون على ولاية علي، هذا كفر مكرر. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة كافرة وهم مستكبرون، مستكبرون على ولاية علي هم كافرون، وإنما استكبروا على ولاية علي
لأنهم لا يفسرون القرآن بتفسير علي، فحينئذ سينكرون الرجعة مثلما يفعل هذا الأخرق ومن وراءه من مراجع النجف السفهاء. ما هذا المنطق الذي يتحدث به هذا الأخرق هو منطق مراجع النجف، وهو منطق مناقض بدرجة كاملة لبيعة الغدير ولتفسير علي لقرآنه. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة كافرة وهم مستكبرون على ولاية علي فهم كافرون، وكفرهم من هنا بدأ. فحينما كفروا ببيعة الغدير ولم يأخذوا التفسير من علي كفروا بالرجعة. ألا لعنة الله على عقائدهم، ألا لعنة الله على منهجهم، إنني أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة الله على عقائدهم، ألا لعنة الله على منهجهم. هذا هو القرآن وهذا تفسير القرآن. أنتم شيعة لوطليان، أنتم خرفان، أنتم من يا نوع، من يا نوع أنتم، أنتم اللي يسمون نفسكم خدام الحسين، أنتم من يا صنف، طليان، صخول، بقر. ما هذا هو القرآن وهذا تفسير علي للقرآن، وهذه هي بيعة الغدير، وهؤلاء ينكرون بيعة الغدير وينقضون بيعة الغدير عمليا بألسنتهم، يقولون شعرا في علي. ما قيمة الشعر في علي؟ نحن ما بايعنا عليا أن نقول الشعر فيه، نحن بايعنا عليا أن نأخذ التفسير منه، أن يمدح الوائلي عليا بشعر لكنه يأخذ التفسير من الفخر الرازي ومن سيد قوط، وأن يأخذ منهجا عن الخوئي وعن محمد باقر الصدر. هذه المناهج الضالة الناصبية التي جاءونا بها من الطوسي الذي جاءنا بها من الشوافع والمعتزلة. هذا نقض لبيعة الغدير. قد يتصور أتباع الشيرازي أن الشيرازية يختلف عن هؤلاء. الشيرازيون على نفس المنهج، على نفس الضلال، إن كان محمد الشيرازي، صادق الشيرازي، أبوهم، أعمامهم، على نفس المنهج. هؤلاء على نفس المنهج، على هذا المنهج الشافعي المعتزلي الطوسي، على نفس المنهج. لا يوجد فارق بين منهجهم ومنهج الخوئي والسيستاني، لا يوجد أي فارق على وجه الإطلاق. المنهج هو المنهج، منهج الضلال ومنهج نقض بيعة الغدير. أما هذا التظاهر بمسائل الولاية والبراءة، هذه اضحوك العوب. هذه ولاية علي أن نلتزم ببيعة الغدير، هذه ولاية علي، وبيعة الغدير أن نأخذ تفسير القرآن من علي فقط، وأن نجعل القرآن قاعدة معلوماتنا، وأن نقيم كل الأشياء وفقا للقرآن المفسر بتفسيرهم، وأن نأخذ عقائدنا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وليس بتفسير الفخر الرازي أو بتفسير سيد قوط أو بتفسير الخوئي أو بتفسير محمد باقر الصادر أو بتفسير غيرهم. هذه تفاسير ضلال، هذه تفاسير تقود إلى النار، تخرج الإنسان من الإيمان. التفسير الذي بايعنا عليه هو تفسير علي وآل علي فقط. إذا أردتم أن تكونوا شيعة فهذا هو التشيع لعلي وآل علي، أما الذي أنتم عليه هو تشيع للسيستاني، للشيرازي، للخوئي، لمحمد باقر الصادر، لفلان،
لفلان لعلان. التشيع الحقيقي هو هذا. ولذا أقول لكم ضموا صوتكم إلى صوتي، ليس لأجلي أنا لا أريد منكم شيئا ولست محتاجا لكم، وإنما أقول لكم ضموا صوتكم إلى صوتي ما دمت قادرا على الحديث، وما دامت هذه القناة تبث البرامج وتضع الحقائق بين أيديكم. لا أدري متى تغلق، لا أدري متى أموت، لا أدري متى سأكون عاجزا، لا أدري ولا أدري. ما دمت قادرا على العمل وعلى الكلام والحديث، وما دامت هذه المؤسسة الإعلامية في مجال نشاطها تتحرك في عملها وتقدم الحقائق بين أيديكم، فضموا أصواتكم إلى صوتي ودعونا نصنع تيارا في الواقع الشيعي يدافع عن التشيع لعلي وآل علي في مواجهة هذا التشيع الأخرق الذي يسود الساحة. ضموا أصواتكم إلى صوتي، صدقوني لست أنا ذلك الأنموذج العجيب، لكن في الواقع العملي الآن والمنظور لا يوجد أحد غيري يتحدث بهذا الاتجاه، يتحدث عن التشيع لعلي وآل علي ويرفض التشيع لهؤلاء السفهاء من مراجع النجف وكربلاء. الشخص الوحيد الذي يتحدث بجرأة وبوضوح وبعلم وبالحقائق والوثائق هو أنا فقط، هذا الموجود على أرض الواقع. لا يعني أنا تحفة نادرة أبدا، ولكن هذا هو الموجود على أرض الواقع. إذا وجدتم جهة أخرى تحدثكم وتدافع عن التشيع لعلي وآل علي، وجدتم جهة أخرى أفضل مما يطرح في شاشة القمر، فتوجهوا إليها وأنا سأكون معكم، أتوجه إليها أيضا. لكن على أرض الواقع في هذا الوقت في هذا الظرف لا يوجد عندكم جهة إلا هذه الجهة، إلا هذه الشاشة، وليس هناك من صوت مرتفع إلا هذا الصوت. فضموا أصواتكم إلى صوتي نصرة للتشيع لعلي وآل علي، كي نستطيع على الأقل أن ندفع شرور أولئك، إنهم يخططون للقضاء على أي أثر لهذا الفكر الذي يطرح عبر هذه الشاشة. وهذا الفكر ما هو؟ فكر جئت به من اليهود أو من النصارى، أو جئت به من النواصب والمعتزلة كما فعل الطوسي ويفعل الآن مراجع النجف. أنا جئتكم بفكر نظيف من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم ومن أدعيتهم وزياراتهم وأحاديثهم ورواياتهم، وبرامجي موجودة وعلى عينك يا تاجر، بإمكانكم أن تتأكدوا مما أقول بأنفسكم. الكتب موجودة، المصادر موجودة، مواقعنا الإلكترونية موجودة، كل شيء موجود تحت أيديكم.
هذه هي الحقيقة إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة، وهذه هي الخدمة الحسينية التي يريدها الحسين، لا هذا الهزال الذي أنتم عليه تضحكون على أنفسكم. لا أريد أن أقول لكم أكثر من ذلك، لكنني أذكركم بالآيتين 38 39 بعد البسملة من سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. الإمام الصادق قال إنها في الرجعة: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكارهم للرجعة أو في تقليلهم لشأن الرجعة أو في تشكيكهم بالرجعة، مثلما يفعل وائليكم. رجاء أعيد بث الوثيقة. أنا أقول لك أكو رواية، الرواية هذه يستند إلها واحد ممن كتب في هذا الموضوع، يقول أن تفسير القمي يقول إذا رجع أهل البيت، يعني في عالم الرجعة المتصور، يخرج فلانة وفلانة، يعني يقصد عائشة وحفصة، ويجلدهما، نعم يخرجهما يجلدهما للخطيئة بهالتعبير. زين، فدخل نجي وحدة ما طول مرينا بهذا الموضوع. أولا هي مسألة الرجعة شنو أهميتها أو شنو مقدارها أو شنو موقعها في فكرنا؟ ما أرد أناقش الموضوع، ما تحظى بتلك المكانة، يعني المسألة ما تحظى بتلك المعانة، مجرد فهم من كتاب الله واستناد إلى بعض الروايات التي قد لا تسلم. تلاحظون نفس المنطق حينما استهزأ بتفسير إمام زماننا لكاف هاء يا عين صاد، وحينما تحدث بأسلوب غير مؤدب عن واحد اسمه مهدي وعن فكرة المهدي. هذا هو أسلوب النجف، أسلوب حوزة النجف، هذا هو نتاج مرجعية النجف، هذا هو دين النجف، هذا هو دين مراجع النجف. المشكلة ليست في الوائل بشخصه، لو كانت القضية خاصة بالوائل لا شأن لنا به، الناس أحرار في عقائدهم، لكن مراجع النجف نصبوا الوائل نبيا لهذه الأمة، نبيا للشيعة، جعلوه مصدرا لدين الشيعة، وهو في الحقيقة ينقل دين مراجع النجف. هذا هو دين مراجع النجف، هذه عقائد مراجع النجف. لو لم يكن الوائلي ناقلا لعقائد مراجع النجف وحاملا لدين مراجع النجف لما مجدوه هذا التمجيد، ولما أمروا الشيعة أن تأخذ من الوائلي. فهذا هو دين السيستاني، وهذا هو دين بقية المراجع، دين أخرق، دين ناقض لبيعة الغدير، دين موصوف بالآيات القرآنية بالكفر. وقرأت عليكم الآيات من القرآن مع تفسيرها من الأئمة بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير. الوثيقة رقم 53
الوائلي عبر قناة الأي أن أن، سؤال من شخص سني، وهذا الشخص السني عنده معرفة بالحديث الذي ذكره أفضل من الوائلي، لأن الوائلي كان جاهلا بهذا الحديث. فالسني ذكر بعض المطالب ونسبها إلى عصر الظهور، الوائلي نسبها إلى عصر الرجعة، بينما كلام السني كان صحيحا. فالمطالب التي ذكرها السني المتصل وربطها بعصر الظهور كان كلامه صحيحا، والوائلي كان كلامه ليس صحيحا حينما ربط تلك المطالب بالرجعة. وبعد ذلك يستشهد بقول كاشف الغطاء، محمد حسين كاشف الغطاء، يقول: من أن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسا واحدا. فأخبار الرجعة عند مراجع النجف لا تساوي فلسا واحدا، وعند الوائلي أيضا. وأنتم استمعتم إلى القرآن، وكيف أن الأئمة يفسرون القرآن من أن الذي لا يؤمن بالرجعة فهو كافر، قلوبهم منكرة، قلوبهم كافرة. وقرأنا في الزيارة الجامعة الكبيرة، وقول إمامنا الصادق: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. ولذا أقول لكم، هناك تشيعان، هناك تشيع لعلي وآل علي، هذا موجود في الكتب، في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، في أدعيتهم، في زياراتهم، في أحاديثهم. وهناك تشيع لمراجع النجف لا صلة له بالتشيع لعلي وآل علي. هؤلاء حمير اتخذهم إبليس، واتخذوا الشيعة حميرا لهم. فحمير إبليس يمتطون حمير الحوزة، هذا هو الواقع من الآخر. ولا وجود للتشيع لعلي وآل علي في النجف من أولها إلى آخرها، ومن ظاهرها إلى باطنها، لا وجود للتشيع لعلي وآل علي. إنني أتحدث عن أصحاب العمائم وعن الحوزة، لا عن عامة الناس، فلا علم لي بعامة الناس. أتحدث عن العمائم وعن المراجع، فأنا الخبير بأحوالهم، لا علاقة لهم بالتشيع بعلي وآل علي مطلقا. هؤلاء قوم صنعوا لهم تشيعا خاصا بهم، وهو التشيع الطوسي الذي صنعه الطوسي سنة 448 في حوزة النجف، ولا زالوا على هذا التشيع، وهو تشيع في جذوره تشيع عباسي. فهو جامع بين ما أنتجه الشوافع وما أنتجته المعتزلة، وهذا هو التشيع العباسي الوسخ. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 53. أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم، في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يرأس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي. وهذه مذكورة في كتب الشيعة. لا لا اسمح لي، وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة. أنا يعني فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها. وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة، هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي. يوم نبعث من كل أمة فوجا،
ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع. خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدري شي يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسن واحدة. تنبه لي شوية زين في المسألة. إذن ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح. إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي؟ إذا كان عندهم أخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل. وإلى من إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا؟ هذه روايات إحنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. طيب على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة. يقول إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هو إذا أنت هيجي ليش ما تدري هذه الروايات متعلقة بعصر الظهور، لا علاقة لها بعصر الرجع؟ جانت إذا الروايات ناخلها نخل، ما هذه الروايات اللي قالها هذا المتصل السني، هذه روايات عصر الظهور لا علاقة لها بعصر الرجع. بهذه الطريقة يضحكون عليكم. ولهذا السبب أنا اخترت لكم عنوانا لهذه الحلقة، لهذا الجزء وللجزء الذي قبلها، لهذه الحلقة لهذا الجزء وللجزء الذي سبق في الحلقة الماضية. العنوان ما هو؟ هكذا يضحك مراجع الشيعة السفهاء علينا. السفهاء يضحكون علينا، نحن أيضا سنكون سفهاء، لأن السفهاء يضحكون على السفهاء. السفهاء لا يستطيعون أن يضحكوا على الحكماء، وإنما يضحكون على السفهاء من الذين يسيرون في ركابهم. فجناب الوائلي يقول إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هو أنت ما تدري أساسا هذه الروايات مرتبطة بعصر الظهور أو بعصر الرجعة؟ وين هذا النقاش؟ وين هذا النخل؟ بهذه الأساليب يضحك عليكم المعممون. رجاء أعيد بث الوثيقة. ولذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وحشرنا. أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يرأس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي، وهذه مذكورة في كتب الشيعة. لا لا اسمح لي، وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة. أنا فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها. وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة، هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي. يوم نبعث من كل أمة فوجا، ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع. خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدري شي يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسن واحدة. تنبه لي شوية زين في المسألة. إذن ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح. إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش،
نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي؟ إذا كان عندهم أخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل. وإلى من إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا؟ هذه روايات إحنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. طيب على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة من خلال لغة الجسد الوائلي واثق من حديثه، والإعلامي العراقي هشام الديوان معجب بما يقول الوائلي، والشيعة الذين كانوا يتابعون البرنامج أيضا يعجبون بكلام الوائلي. هو حكي خرط، كله خرط من أول الأخيرة، وكلام السني كان صحيحا. ما ذكره السني المتصل من أن هذه الروايات ترتبط بعصر الظهور، هذه الروايات فعلا ترتبط بعصر الظهور. هو قال للسني أرجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع، خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. فكرة، أنا أعيد الكلام إلى الوائلي، أقول له يا أبو سمير ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع، أنت خلطت بين الرجعة وكما تقول وفكرة الإمام المهدي، أنت خلطت، أنت لا تعرف الأحاديث، مثلما مراجعك في النجف أيضا لا يعرفون الأحاديث، لا يميزون بين أحاديث الظهور وأحاديث الرجعة، فأنت كذلك. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 54 في نفس السياق. لاحظوا الإصرار على تضعيف الرجعة وهم جهال بحقيقتها، لا يفقهونها. وثيقة رقم 54. ولذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بينما أكو آية ثانية تقول يوم نحشر من كل أمة فوجا. زين، طبعا عند الجمع بين الآيتين تتصور أنه ظاهر الآيتين أو نتيجة الجمع أن هناك حشر قبل هذا الحشر، ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى وجود رجعة لبعض الموتى قبل البعث. هذه افتهمها من الآية، قرأ الآية افتهم منها المعنى، هذه مو من ضروريات الدين. زين، هذا الكلام كلام الأئمة، ولا يميز بين حديث الأئمة وبين حديث غيرهم. الأمور مختلطة عند الرجل مثلما هي مختلطة عند مراجعه في النجف. ما هذه الآيات في القرآن والأئمة استدلوا بها على الرجعة، وهذا حديث الأئمة في رواياتهم. هو شي يقول ولذلك ذهب بعض المفسرين، هؤلاء ما هم مفسرون من عامة المفسرين، هؤلاء هم أئمتنا، هذه الآيات الأئمة استدلوا بها على الرجعة. يقول ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى وجود رجعة لبعض الموتى قبل البعث. هذه الرجعة العجيبة، مراجع النجف لا يميزون بين الرجعة العجيبة والرجعة العظيمة، لا يميزون بين الروايات، جهال أغبياء أغبياء. يقول هذه افتهمها من الآية، قرأ الآية افتهم منها هالمعنى المفسر. هذا كلام الأئمة، ما هو كلام المفسرين؟ هؤلاء هم الذين تأخذون منهم الدين، وهؤلاء هم الذين نصبهم لكم، السيستاني وغير السيستاني، تأخذون دينكم منهم، وهذه الفضائيات تبث لكم هذا الكلام. هذا كلام الأئمة، ما هو كلام بعض المفسرين؟ أعيدوا بث الوثيقة. ولذلك القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا،
بينما اكو آية ثانية تقول يوم نحشر من كل أمة فوجة. زين، طبعا عند الجمع بين الآيتين تتصور أنه ظاهر الآيتين أو نتيجة الجمع أن هناك حشر قبل هذا الحشر، ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى وجود رجعة لبعض الموتى قبل البعث. هذه افتهمها من الآية، قرأ الآية افتهم منها المعنى، هذه مو من ضروريات الدين. زين، مو من ضروريات الدين، والأئمة يقولون ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. أدري شنو هو اللي يعد من ضروريات الدين؟ يا حوزة النجف، يا حوزة الضلال، شنو اللي ينعد من ضروريات الدين؟ الخمس، التقليد اللي يضحكون به على الناس، الأعلمية، وهذا الهراء، هذا الضراط الذي تضحكون به على الناس، هذه هي ضروريات الدين؟ اعرضوا لنا الوثيقة رقم 55. مسألة السحابة ما يصور، أنا يصور أن الرجعة يعني فت مشتهاية إحنا نقول بها، ما طول مريت بالموضوع، لا مو مشتاية. بعض الآيات تأخذ بأعناقنا تبطي معنى الرجعة، وهي مو ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي، لا من ضروريات المذهبية. في الواقع نقرأ أحيانا بعض الآيات، أنا الموضوع سبق أن تعرضت له، فنأخذ من بعض الأدلة ومو من الأشياء اللي الله يسألنا عنها. لا لا، مسألة مجرد فهم من آية من آيات الله، مسألة مجرد فهم من آية من آيات الله، وهي من ضروريات المذهب. هذا التقسيم تقسيم الضلال، من أن هناك ما هو ضروري الدين وهناك ما هو ضروري المذهب، وكأن المذهب ليس هو الدين. هذا تقسيم النواصب. النواصب قسموا الدين إلى مذاهب، وجعلوا بين المذاهب مشتركات، وجعلوا لكل مذهب ما يخصه، وهؤلاء مراجع النجف ساروا على نفس هذا المنهج. آل محمد ما عندهم إلا دين واحد وهو دينهم، أما بقية الناس يريدون أن يسموا أنفسهم بالمذاهب، بالمجموعات، بأي اسم من الأسماء، هم أحرار. محمد جاء بدين واحد، والقرآن صريح إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد، وهذا الإسلام هو إسلام علي بن أبي طالب، ولا يوجد إسلام آخر. الآخرون يريدون أن يصنعوا لهم إسلاما خاصا بهم، هم أحرار، هذا شيء راجع إليهم، لكن لا أن نأتي بدينهم ونجعل موازين دينهم موازين عندنا. هذه من أكاذيب مراجع النجف. اقرأوا في الرسائل العملية للمراجع المعاصرين الذين كتبوا في العقائد مثلا، على سبيل المثال اذهبوا إلى مقدمة الرسالة العملية لبشير النجفي، فحينما يعدد لكم أصول الدين يقول إن أصول الدين ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد، وأصول المذهب العدل والإمامة، مع أن هذه المنظومة خرقاء، ولكن مع أنها خرقاء يضيفون إليها ضلالا فوق ضلالها، ويقسمون العقائد والأصول إلى أصول خاصة بالدين وإلى أصول خاصة بالمذهب، وهذا لا علاقة له بدين محمد وآل محمد، لا من قريب ولا من بعيد، وهو نقض
نقض لبيعة الغدير، والأمر هو هو. عند السيستاني إذا ما ذهبتم إلى الأجوبة العقائدية على موقعه الإلكتروني ستجدون الكلام نفسه، من أن أصول الدين التوحيد النبوة المعاد، وأما أصول المذهب العدل والإمامة، والهراء هو الهراء، والخراء هو الخراء، والقذارة هي القذارة، وعند الجميع. وهذا هو نفسه، نفس هذا المنطق منطق الضلال. من هنا قلت لكم من أن الوائلية يمثل منهج النجف، يمثل دين النجف. نذهب إلى الوثيقة 56، وهو أيضا يكرر ما يقوله مراجع النجف من أن الرجعة لا تساوي عندهم فلسا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 56. وإلا الرجعة احنا أيضا الله يرحم بعض فقهانا يتغمد برحمته الشيخ كاشف الغطاء يقول لا تساوي عندي فلس، مو فرشي من ضرورياتنا، مجرد فهم من متبنيات المذهب. هسه شنو هي وثاقتها؟ قصدي مو ما لها الحجم الكبير هذا الرجعة. ماذا تقولون؟ ما هي معرفة الوائلي بإمام زمانه من خلال كل هذه المعطيات؟ معرفة الوائلي بإمام زمانه هذه بالضبط هي معرفة حوزة النجف بإمام زمانها. عقيدة الوائلي بإمام زمانه هي بالضبط عقيدة مراجع النجف بإمام زمانهم. عقيدته لا عقيدة، ثقافته ناقضة لبيعة الغدير، منهجه ناقض لبيعة الغدير، وهذا هو منهج النجف. ثبت عندكم أنكم مضحكة أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ قل حسين أنتم مضحكة، مضحكة 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 بامتياز. هؤلاء يضحكون عليكم، ترسمون صورا مقدسة لهذه الحثالات، وهذه الحثالات هذا حالها وهذه عقائدها، وهم ينقضون بيعة الغدير ويخالفون كتاب الله المفسر بتفسير علي وآل علي. هذا واقع السيستاني، ومن قبله الخوئي، ومن قبله ومن قبله إلى زمان الطوسي، وهذا واقع المراجع الآخرين الذين هم في زمن السيستاني، وهذا هو واقع المراجع القادمين الواقفين في الصف بانتظار موت السيستاني. الجميع على هذا الخراء العقائدي وعلى هذا الهراء الديني الناصبي. هكذا ضحك علينا مراجع الشيعة السفهاء، وهكذا لا زالوا يضحكون علينا مراجع الشيعة السفهاء، والسفهاء قطعا يضحكون على السفهاء من أمثالنا. رجاء أتحفوهم، أتحفوهم هذه الوجوه الطيبة بالوثيقة الديخية الحميرية المرجعية المباركة. ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش و...
نفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وغايب بيخ ومش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة. دخيون انتم والهوى سيستانيون زهرائيون نحن والهوى زهرائيون زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.